استاذ شقران مرحبا اهلا وسهلا بك. مرحبا استاذ شقران. انت حنا ضمن اليوم الاول من هذه الفعاليه ديال المؤتمر، شنو قراءتك الاوليه للتنظيم وانت ايضا مرشح الكتابه الاولى لحزب الاتحاد الشعبي؟ ايوا حنا هذه الصبيحه ديال الافتتاح ديال المؤتمر يعني كانت الان الكلمه ديال الاخ الكاتب الاول والان كلمه ديال الضيوف. المؤتمر ربما سينطلق بعد ذلك عمليا من خلال ما جاء في جدول الاعمال، النقطه المتعلقه بالمصادقه على التعديلات التي تهم القانون الاساسي للحزب. اعتقد على انها هي النقطه المفصليه مرتبطه بالتحضيرات اللي تمت ومجموعه الملاحظات اللي تقدمت بها وتقدموا بها واحد المجموعه ديال المناضلات والمناضلين بخصوص مجموعه ديال التعديلات اللي كنشوفوا على انها ما كتتماشاش مع المتطلبات ديال التجديد وديال التغيير وديال بناء اتحاد اشتراكي جديد، والتي تتعارض وما كان يجب ان يكون كمسار سليم للتحضير لهذا المؤتمر من خلال الاحترام ديال مقتضيات القانون الداخلي والنظام الاساسي ديالو. بالتالي ربما هذه الجلسه اللي غادي تكون ديال المصادقه على هذه التعديلات هي التي سيرتب يعني المرء ما يراه من اثار بشانها. بعض المرشحين سحبوا الترشيح ديالهم من بينهم استاذ بن عتيق وبوبكري، انتم استاذ شقران لا زلتم تحتفظون بالترشيح ديالكم؟ لم يتغير شيء حتى اسحب ترشيحي. انا قلت نحن اليوم بصدد افتتاح المؤتمر، اولا هذا المؤتمر ديال اتحاد الشراكه القوات الشعبيه، مؤتمر الاتحاديات والاتحاديين. بالتالي كنعتبر انا شخصيا كمناضل كنعتبر ان الحضور فيه بالنسبه لي اساسي والمشاركه في الاشغال ديالو اساسيه والابداء الراي ديالي والمواقف ديالي والتعبير عنها والتصويت في هذا الاتجاه او هذا أو اتجاه اخر بخصوص القرارات اللي غادي تصدر على المؤتمر. هذه كنعتبرها نقطه اساسيه بالنسبه الي لانه هو محطه، هذا المؤتمر هو محطه ضمن المحطات، وبالتالي الحضور بالنسبه الي اساسي فيه والتعبير عن مواقفي مساله اساسيه. طبيعه الحال طرحت هذا الجانب ديال الترشيح، انا قلت هذه التعديلات التي ستدخل على القانون الاساسي حين تتم المصادقه عليها انذاك سيرتب المرء ما يراه مناسبا من اثار.